مأكولات بحرية النهاردة، ولكن بطريقة مختلفة تماما. الكبة، كبة كبة لحمة، الكبة كبة دجاج، الكبة كبة عدس، الكبة كبة رز. أما كبة سمك هنعملها ازاي النهاردة مع الشيف المغازي؟ ده هنشوفه مع بعض النهاردة. كبة السمك يعني برغل يعني سمك. ايه اللي بعد كده هنشوفه مع بعض. كلنا بنروح على المطاعم او فنادق بوفيهات مفتوحة، يقول لك ده فرايد رايز، فرايد رايز بالدجاج، فرايد رايز بالخضار، فرايد رايز بالبيض، ده كله من المطبخ الصيني. عايزين نشوف ايه سر فرايد رايز اللي هو الرز المقلي، فرايد رايز بالجمبري النهاردة. هنعمل فرايد رايز بالجمبري مع البصل، هنشوفه مع بعض النهاردة ونعرف ايه اسراره. هنعمل النهاردة طاجن خطير جدا، انا شخصيا بحبه واحب اكل معاه العيش بحبة البركة كده واقعد واغوص جواه. ايه هو؟ هنعمل طاجن الكاليماري بالطحينة، طاجن الكاليماري مش بالقشطة ولا باللبن ولا بالطماطم ولا بالبصل ولا بالصيادية، هنعمله النهاردة بالطحينة. هنعمله ازاي ده هنشوفه مع بعض. يبقى النهاردة حلقتنا مع بعض الكبة سمك جميلة جدا، معانا فرايد رايز الرز بتاعنا نوع الرز هيكون فرايد رايز بالجمبري، الرز المقلي مع الجمبري والبصل، طاجن الكاليماري بالطحينة. هنبدأ بيه يا عم احمد، هنبدأ مبدئيا كده نشوف طاجن الكاليماري هيتعمل ازاي والصدمة النارية بتاعته علشان نعمله مع بعض، دي مهمة جدا. حط حلة على النار، حلو الكلام، وهناخد الكاليماري بتاعنا اهو، هتشوف مقاديره على الشاشة بعد اذن الاخراج بتاعنا حبيبنا. مقادير طاجن الكاليماري بالطحينة، معانا كاليماري ومعانا طحينة، حلو الكلام، ومعانا كمان فصوص من التوم وفلفل الوان، زيت زيتون، عصير ليمون، بقدونس، كمون وملح وفلفل. هقول المقادير تاني. كاليماري بالطحينة او طاجن الكاليماري بالطحينة عبارة عن 200 جرام من الكاليماري. كاليماري مستورد؟ مستورد مش طازة. انا بقول الحق ولو على رقبتي. ماشي يا عم وليد، معانا نص كوب من الطحينة، معانا فصين من التوم عيونه بتوجعه، فلفل الوان، زيت زيتون مع عصير ليمون وبقدونس وكمون وملح وفلفل. ادي المقادير بسيطة جدا. تعالوا نعمل مع بعض طاجن الكاليماري بطعم مختلف تماما النهاردة. ادي الطحينة معايا، وطحينة خام مش سلطة طحينة، طحينة خام، وما تجيبوش الطحينة المرة. ايه الفرق بين الطحينة المرة والطحينة الحلوة اللي هي الطبيعية؟ المرة بتكون فرزة تانية للسمسم اللي بيطلع منه الطحينة، فبتبقى مرة، فبنيجي نعملها ونفكها بتبقى مرة، فبتبقى دي رخيصة ودي غالية. ماشي يا محمد، غالية ورخيصة، الرخيصة هي المرة، الغالية هي اللي سعرها حلو. هي موجودة معانا اهيت ومعانا الكاليماري، لازم الطاسة دي تسخن جامد قوي علشان نضمن الصدمة النارية. دايما اقول الكاليماري والسبيط بمجرد ما ياخد صدمة نارية هيستوي معانا بسرعة وناكله زي اللوز، يقطب تحت سناننا على طول. هنحط شوية زيت زيتون كده زي الفل. تمام، ادي زيت الزيتون وادي الكاليماري عندي، حلو الكلام، الله الله. هناخده كده، بسم الله الرحمن الرحيم. من غير احط بهارات، انا احطش بهارات زي ما هو كده. ده كاليماري مستورد على فكرة، مش بلدي. عشان اللي هي بتيجي في كياس. لا عور، نقول له تعور في عينك على طول، احنا هنخسر حاجة. دي جاية كاليماري مستورد، لونها متغير شوية بس هي نظيفة وزي الفل، ودي موجودة وارد انك تجيبيها. ما بنقولش نقاطع المنتجات ولا ما نجيبش، لا موجودة، نتأكد من تاريخ الصلاحية زي الفل، نشتريها ونعملها. الموضوع بسيط، لازم نكون صرحاء مع نفسنا قبل ما نكون صرحاء مع الآخرين. يعني ايه يا شيف؟ يعني انا لازم اكون مع نفسي صريح وواضح، وبعدين اكون مع الاخر صريح وواضح. ما اكونش مع نفسي بكذب، طبيعي لازم اكون مع الاخرين بكذب. ده انا بكذب على حالي، مش هكذب على التاني اللي مالوش الخير في نفسه هيبقى له الخير في الاخر؟ مستحيل طبعا. يعني ايه يا شيف من منطلق كلامك ده؟ الكلام ده تقصد منه ايه؟ تقصد ان احنا في منتج في السوق كويس بنجيبه نشتغل بيه، مش لازم الكاليماري تكون قدامي بتلعب عشان اعمل. لا، ما في ليه سمك في السوق، في جمبري، في كاليماري، الناس اللي فاتحه والسوبر ماركت هتجيبه، نشوف تاريخ الصلاحيه زي الفل، تمام، هنجيبها نقطعها ونشتغل بيها زي ما هي كده، ونعمل طاجن كاليماري بالطحينه، في فيليه سمك في السوق موجود، في جمبري في السوق موجود، اهم حاجه احنا بنشتريها تاريخ الصلاحيه كويس وزي الفل. هنبدا ان احنا نقلب الكاليماري كده مع بعض. طب من غير بهارات ولا اي حاجه زي ما انا شغال كده. وابدا اجهز الخضار بتاعه.
حلو الكلام. الله على الريحه الحلوه قوي، عجبنا والريحه دي على فكره. نمسك كده الخضار، عندنا فلفله مشكله، وعندنا كمان بصل. اجيبوا لي الكبه عشان نعمل شويه كبه مع بعض. الله، ادي البصل، فلفل اهوت، كل دول مع بعض، كل دول مع بعض. حلو، وادي الفلفل الاخضر مع بعض. الله، حلو. او كل دول كده، كل دول كده يا شيخ مع بعض. معانا بصل، حلو الكلام، كل دول مع بعض. معانا كمان شوية ايه، بقدونس. كل ده ما هنزل بيه ده كله مع بعض. طبعا الكاليماري بيتنطط في قلب الحلة. كاليماري بيتنطط ليه؟ مش حاطط له اي حاجة، فمنه للحلة، فيش حاجة بتنقذه هنا. خلوا بالك، باخد الخضرة دي كده. ركزوا معايا، ركزوا معايا في المحطة اللي جاية دي، محطة مهمة جدا، ركزوا فيها. الخضرة دي زي ما هي على البلانشة. حلو الكلام. واجي هنا زيارة، شوية كركم، شوية كزبرة، الكمون، اوعى تيجي في وشك يا ابو الشيف، شوية كاري. الله الله الله، انا حطيت ايه؟ كمون وكركم وكاري وكزبرة، فلفل اسود، الملح بتاعنا، حلو الكلام، التوم بتاعنا، كل ده اهو، كل ده اهو، زي الفل. واجي هنا، الله، اشوف الشكل كده اساتذه المصورين حبايبي اللي انا بحبهم. الله، الكاليماري هنا ايه؟ استوى، لان منه للحله او منه للطاسه من غير بهارات ومن غير اي حاجه خالص، عايزه ياخد الصدمه الناريه. ام شادي ازيك؟ يا ام شادي، ايوه، ازيك؟ عامل ايه؟ ازيك يا ست الكل، شايفه الشقاوه اللي بعملها ديت؟ يا نعم، عمال تدلع في الناس قوي. نعم يا ست الكل، تدلع الناس في الاكل. الله يبارك لك يا ام شادي، عمال تشكل يعني في السمك والحاجات الحلوه دي. الله يبارك لك يا ام شادي، يا رب يخليك. يا نعم، امورين يا رب يخليك. انا عايزاك بقى من ضمن ما بتعمل كلبه السمك والكاريماري، عايزك جمبري المشوي. اللازانيا؟ ايه؟ اللازانيا؟ ايوه، الجمبري المشوي. الجمبري المشوي، ده انت معاكي بقى ايه؟ قرشين عايزه تصرفيهم. نعم؟ معاكي قرشين عايزه تصرفيهم. الحمد لله، السفر اهم من كل حاجه، الحمد لله. حاضر عينيا. هنعمل، ربنا يرزقك يا امي. هنعمل الجمبري النهارده مشوي زي الفل. ايوه، عشان خاطر الدكتور شادي والنبي. الدكتور شادي؟ ايوه. حاضر، ربنا يخليه لك يا امي. يا رب يخليك. ربنا يخليه لك، انا بختار برنامج حلو كده اعمله. تحت امرك، حاضر. هناخد الجمبري بتاعنا، نفتح ظهره ونشيل عرق الرمله بزي ما هو بالقشر. هنعمل له تتبيله من الشبت، معلقه سكر، معلقه مسترده، جزرايه مبشوره، توم، عصير ليمون، كمون، كل ده نخلطه في الخلاط، يدينا معجون حلو قوي. نمسك الجمبري بتاعنا بشويه زيت زيتون مع الخلطه كده، ونخليه يعيش في الخلطه دي لمده 10 دقائق. عندنا طاسه تسخن جامد قوي زي ما شفنا مع بعض كده، نبدا نحط فيها الجمبري، ياخد صدمه ناريه، هيبقى لونه لون فوسفوري جميل جدا، اللون لوحده لون برتقاني حلو. تقليبه والتانيه ما يقعدش في النار اكتر من 5 دقائق. الجمبري اللي هو 30 حبه في الكيلو تقريبا يقعد في النار 10 دقائق. الجمبري اللي هو 10 حبات في الكيلو تقريبا يقعد على النار تقريبا ربع ساعه. الجمبري اللي هو 5 8 حبات في الكيلو او 10 حبات في الكيلو يقعد على النار من 30 ل 35 دقيقه. كل ما كبر الجمبري في الحجم كل ما ياخد سوى كتير، كل ما كان الجمبري حجمه صغير كل ما ياخد سوى قليل، وهكذا. انا عد الخلطه بتاعتنا الجميل. الله، ايه الجمال ده يا شيف؟ اوه، الله الله الله. فايته، نقول عليها فايته، مش هتقول لا. زي الفل، استوت، هتشيل شويه ميه واستوت اهي. الله، طبعا معايا البرام هنا احطها فيه. ركزوا معايا انا هعمل ايه دلوقتي حالا، تعرفوا انا هعمل ايه؟ اهو اساتذه المصورين حبايبي عايزين نجيب الايه؟ اللقطه دي جامده. وادي الخضره
اللي انا حطيتها وشفنا البهارات حطناها، الكاليماري استوى، ادي اللي الجمال. الله، هو ده هو ده. انزلي يا طحينه، انزلي يا طحينه على الكاليماري، عوميها عشان تسمع كلام بعد كده وما تتشاش. القشريات اللي في البحر، الرخويات، تعتبر الكاليماري والسبيت من الرخويات والحبار اللي في البحر. قشريات جمبري، كابوريا، بلح البحر، استاكوزا، دي من القشريات. الاسماك، البوري والقاروس والدينيس والوقار وقشر البياض والامور والناجل والمياس. اوعى وشك، اه كل ده مع بعضه. الله، ايه الكلكعه دي يا عم احمد؟ حالا اصبر على رزقك. انا عايز الكلكعه دي. الطحينه تاخد صدمه ناريه وتلم الايه الحاجات اللي في الحله دي كلها. شايفين الجو ده كده؟ الله عليك يا شيف، هو ده. طب انا عايز ده، انا عايز الطبخه ديت اخليها على النار شويه لغايه لما اشم ريحه الطحينه بتتحرق. تتحرق؟ انا عايزها تتحرق حالا. اقول لكم هنعمل ايه حالا دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. فين؟ عايز اشم ريحه انا. هو ده اللي انا عايزه، هو ده اللي انا عايزه. ابدا انزل بقى ايه بعيار الميه. اوه الله، تكتيك تكتيك. شفت بقى الشغل ده؟ شفت الشغل ده؟ الله 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 الله، ايه ده يا ابو الشيف الشغل الجامد النهارده ده ومزاجي العالي عشان بحبكم والله. الله. مدام اماني ازيك؟ السلام عليكم. ازيك؟ سلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا مدام اماني؟ الحمد لله كله تمام. الحمد لله الحمد لله ربنا يخليك. عندكيش قرن فلفل حار يا مدام اماني؟ نعم، قرن فلفل حار. اهو لقيته. خلصني ضحكتك. ابعت لك يا زين. اهو لقيته اهو معايا. الحمد لله. قولي لي والله ايه الحاجات الجميله دي؟ كله تمام الحمد لله رب العالمين. ربنا يخليك. احنا يعني بص، رؤيه وفن وابداع. الله يبارك لك، مع الشيف المغازي بجد. الله يبارك لك. احنا بس انا عايزه اسال على طريقه عمل كفته الجمبري. كفته الجمبري مالها؟ عايزه الطريقه بالظبط. حاضر، يلا اكتبي معايا، هديك احلى كفته جمبري. ماشي. هنجيب جمبري نص كيلو، ربع كيلو من الفيليه، نخلطهم مع بعض. هنحط معاهم عودين من الشبت، عودين من الكرفس، عودين من البقدونس. حلو الكلام؟ حلو الكلام. البهارات اللي هنحطها هنا كمون ومعلقتين من النشا، شويه كزبره ناشفين، حلو، وسنه بابريكا اللي هو الحار، والفلفل الاسود. كل ده ينضربه في الخلاط كويس، في الكبه يعني، هيدونا عجينه حلوه متماسكه. هنبقى لنا حريه الاختيار، يا اما نعملها صابع يا اما مدوره ونقليها. عايزه تشويها؟ تشحطها في صينيه كده مع زيت زيتون وتشويها في الفرن. عايزه تقليها في طاسه، هتحط طاسه معلقتين زبده مع شويه زيت، سمكه قليله جدا ارتفاع سنت تقريبا، ونعملها رز زي البرجر كده ونقليها مع بعض تبقى زي الفل. دي طريقه. الطريقه الثانيه ممكن تعملها بالبيض والبقسماط، مفيش اي مشكله. الله 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 عليك يا ابو الشيف، ايه الجمال ده؟ ايه الجو ده؟ ايه الجو ده؟ الجو اللي جوعني ده. حلو، هناخد نعمل الطاجن بتاعنا ده كده، ناخده ده كده نشيله. هو ده. الله الله الله، ادي طاجن الكاليماري بالطحينه. تعالي انزلي، استوى الكاليماري، تاكلوا منه دلوقتي زي الفل. تمام قوي، هو ده اللي انا عايزه. هسوي الطاجن ده كده هنا. شايفين الجو ده كده؟ هو ده. هندخله الفرن طبعا، درجة حرارة الفرن عندي 180، درجة حرارة الفرن 180 يا عم الشيف. وادخله الفرن كده، امسحه الاول كده من هنا. حلو قوي، حط القرن الفلفل الحار على الوش كده. والف هنا وشفا. ادي طاجن الكاليماري عملناه بطريقه سهله وبسيطه خالص. هاخده واروح على الفرن، درجه حراره الفرن 180. بحطه فين يا عم احمد؟ يتحط في ارضيه الفرن ولا في الشبك في النص؟ ده يتحط في النص، ما يتحطش في ارضيه الفرن خالص، يتحط في الشبكه اللي في النص، عشان انا عايز هنا الكاليماري اللي على الوش ده يحمر،
لان الطحينه لما ندخلها الفرن دلوقتي هتاخد الشكل اللي هو الجراتان اللي هو التلميعه بتاعت الجبنه الموزاريلا، لان الطحينه هتدي نفس اللون. هندخله الفرن مع الخضره، جميل جدا. عايزين سبايس، قرن الفلفل الحار موجود عشان نحترم اطفالنا اللي موجودين على السفره، ما نبقوش انانيين عاملين اكل السمك نشطشطها وهم كمان مش بيحبوا السمك. يعني في الاخر كده بنقول لهم ايه؟ ما تقعدوش على السفره، اقعدوا على حقيقه، تجيبوا لكم بطاطس ولا بيتزا. حلو الكلام. ادي الطاجن الكاليماري في النار. عندنا ابو الشيف دلوقتي، عندنا هنعمل كبه السمك. هنشوف مقاديرها على الشاشه مع اكله سمك ما حصلتش. ليه؟ بنتفرج على شيف ونص على النايل لاين. هيعمل لنا النهارده كبه سمك. مكوناتها برغل، جمبري، سمك فيليه. بعد الاذن نشوفها على الشاشه مع بعض عشان كمان انا افتكرها. يلا نشوفها مع بعض. برغل، سمك فيليه، جمبري، بصل، قرفه ناعمه، شويه فلفل اسود. كل دول هيمتحنوا مع بعض. في الاخر هنعمل عجينه حلوه قوي، وفي الاخر هنعملها صينيه جميله ونحط رقه من الكفته دي او رقه من العجينه ديت، وفي النص رقه من الجمبري، هتبقى زي الفل. مقاديرها على الشاشه هقولها لحضراتكم عشان نكتبها مع بعض. ربع كيلو من البرغل، يعني كوبايه، بلاش نشتغل بالجرامات، كوبايه برغل مع نص كيلو سمك فيليه قشر بياض يفضل خالي من الحسك اللي هو الشوك، معاها ربع كيلو من الجمبري اللحم. اصبح العيار هنا تقريبا عيار، يعني عيار البرغل قد عيار السمك، عيار السمك قد عيار البرغل مرتين. قرفه ناعمه وكمون وملح وفلفل وبصل. دي مقادير العجينه اللي احنا هنعملها مع بعض. نيجي لمقادير الحشو. مقادير الحشو كالاتي. ايه هي؟ جمبري لحم وبقدونس وزبيب وبصل وفلفل. انت عايزه تقع. نجيب مقادير الحشو، جمبري لحم وبقدونس وزبيب وبصل وفلفل. في حاجه ثانيه؟ مفيش حاجه ثانيه، المقادير موجوده على الشاشه. يلا نعمل مع بعض عجينة الكبة. ادي البرغل اهوت زي الفل. حط دول كفاية؟ كفاية. معانا شوية سمك كده. الله، ادي قشر البياض زي ما هو كده اهو. زي ما هو وفي الكبة كده هنطحنه مع بعض اهو. شايفين العجينة؟ ده سمك فيليه قشر بياض. شوية جمبري معاه. ادي الجمبري. الجمبري ده مهم جدا في موضوع الكبة أو الكبيبة. ليه بقى؟ لأن هو اللي هيمسك لي العجينة، لأنه غني جدا بالجيلاتين اللي موجود فيه، حتى في الكفتة لما نعمله كفتة. حلو؟ معانا بصل؟ معانا بصل. الله، أهيت نقطعها كده. حلو الكلام، زي الفل. طبعا النهارده معانا اكله سمك ما حصلتش، وبنعملها بطعم مختلف تماما. كمان لازم يكون معلومه صحيه طبيه معتمده. طبعا معانا النهارده حبيبي واخويا الدكتور مصطفى ساري، استشاري التغذيه العلاجيه والسمنه. ازيك يا دكتور مصطفى؟ دكتور مصطفى، ويا سمكك. هيا حبيب قلبي. انت مهتم بالسمك اليومين دولت اهتمام يا حبيبي. يا رب انا غلبان. لا هو عموما يعني انا عايز اقول لك على حاجه. هو المفروض ان الانسان الطبيعي ياكل وجبتين سمك في الاسبوع. يعني الدراسات كلها بتاكد ان تاكل مرتين سمك في الاسبوع ده بيقلل كتير قوي امراض كتيره ممكن تحصل لك، خصوصا امراض القلب والشرايين. ليه بقى؟ ليه؟ مع حضرتك. اولا السمك فيه دهون، يعني فيه مجموعة الاوميجا، الاوميجا 3. الاوميجا 3 وفي اوميجا غير اوميجا 3 يا دكتور مصطفى؟ في اوميجا 3 واوميجا 6 واوميجا 9. ودي كلها بنسميها احماض دهنية، لها دور في تنشيط الدورة الدموية في المخ. يعني تحافظ على الانسان من اضطرابات المخ، من الاضطرابات المخيه. اوكي. كما ان الاوميجا يعني البروتينز الموجود في السمك يعني انواع البروتين، فمعدل الكوليسترول بيقل. اوكي. البروتين اللي موجود في السمك عنده قدره انه يقلل الكوليسترول في الجسم ويزود اللي هو الكوليسترول الحميد اللي هو ال ال. اوكي. والكوليسترول الحميد دوت بيقلل خطوره، يعني بينخفض
خطر الإصابة في القلب والسكتات الدماغية والجلطات والكلام ده كله. آه. السمك لما الأم الحمل بتاكله بيقوي نظر الجنين أو بيقوي نظر الطفل لما يتولد. في بعض المعتقدات الخاطئة عند بعض الناس اللي عندهم مشاكل روماتيزمية ألم في الركب أو عندهم روماتويد يقول لك لا أنا ما باكلش سمك عشان إيه أنا عندي روماتيزم. آه. فاكر زمان جداتنا كانوا بيقولوا الكلام ده فاكر كده الشيخ مظبوط معاك. آه. انا مش هاكل سمك اصل السمك بيزود الانفلونزا. آه. السمك بيزود لي الروماتيزم. آه. اوكي. آه. لا ده المفروض بقى ان لما تاكل سمك مره في الاسبوع بيقلل الاعراض والالام المصاحبه للالتهابات المفصليه. اه ده غير انه بيقوي المناعه والروماتيزم او الروماتويد مرض. آه. مناعي. اه فالسمك بيقوي المناعه. طيب السمك كمان بيظبط سكر الدم. اه فالارتفاعات المفاجئه والانخفاضات المفاجئه عند مرضى السكر بيشدها اكل السمك مرتين في الاسبوع. طيب. شكل مهم جدا ان يعني عشان كده بقول لك في اول المداخله ايه يا سمكك انت مهتم بالسمك اليومين دولت هو فعلا يعني مرتين في الاسبوع سمك مهم جدا عشان الحاجات اللي انا قلتها دي. كويس دكتور مصطفى بعد اذن حضرتك. كده كده السمك مفيد لانه سعره غالي وبيبوظ الجيب فهو كده مفيد حتى لو مش مفيد هناكله. احنا عايزين نعرف من حضرتك النهارده سؤال في غايه الاهميه. اه السمنه هل هي وراثيه؟ مرض السمنه وراثي لما يكون واحد تخين؟ بص بقى يعني الموضوع تخينه ولا ابوه تخين؟ لما نلاقي واحد تخين. اه الموضوع ده قتل بحثا في مراكز الابحاث العالميه. اه و يعني الموضوع ده كبير قوي مش موضوع كلمتين في تليفون او في مداخله تليفونيه وهنقول بس انا هقول لك جنرال كده. آه. اولا السنه نمط حياتي بيكتسب. اوكي. اه وفي استعداد وراثي يعني لو انت عندك استعداد وراثي يعني انا عشان اسهلها للناس انا لما بتولد ساعات بيبقى في بعض الناس عندها استعداد وراثي نتيجه عمليه التمثيل الغذائي عندهم مش ضعيفه شويه زي ما واحد بيتولد شعره اصفر واحد بيتولد شعره اسود. اه فاللي بيتولد شعره اصفر هيبقى طول عمره شعره اصفر واللي بيتولد شعره اسود هيبقى طول عمره شعر اللي لونه ابيض هيبقى لونه ابيض واللي لونه اسود هيبقى لونه اسود. طب انا بشوف واحد ابوه اسود وهو لونه ابيض زي العسل ما هتلاقي امه بيضة. انت ما شفتش امه انت شفت ابوه بس. ايوه يا دكتور مصطفى خلينا في مرض السمن. يعني انت بتتولد التمثيل الغذائي عندك ثابت ممكن يكون عالي وممكن يكون مش عالي اللي مش عالي دوت التمثيل الغذائي عندهم مش عالي دولت الناس اللي هم معرضين ان هم وزنهم يكون زياده. وزنهم هيزيد ليه؟ في امريكا عملوا تجارب على حوالي 5000 توأم وفصلوهم يعني فصلوا منهم نصهم فالتوائم متشابهه. اوكي ودول اتعلموا نمط حياتي معين ودول اتعلموا نمط حياتي معين يعني كانوا دول بياكلوا قليل ودول بياكلوا اللي بياكلوا قليل وزنهم ما زادش واللي بياكلوا كتير وزنهم زاد يعني معنى كده ان نمط الحياه هو اللي زود الوزن وليس الوراثه. اوكي يعني فاهمني ازاي؟ يعني طريقتك وسلوكك الغذائي هو اللي هيزود وزنك وليس الوراثه. طب الوراثه دورها في عمليه زياده الوزن او في السمنه في الشكل بس يعني الست مثلا اللي عندها ارداف بتخلف بنت عندها ارداف لو وزن البنت زاد لو وزن البنت ما زادش مش هيجي لها ارداف فاهمني ازاي؟ الراجل اللي هو عنده كرش ابنه لو تخن هيبقى عنده كرش زي باباه. بس ده لو تخن طب الولد هيتخن منين؟ راجل كان يماري حكايه. مش هيتخن عشان هو ابوه سخين لا هو هيتخن عشان هو كل ولما كل وزنه زاد في المنطقه دي حل. لان المنطقه دي وراثيا شكلها كده يعني يبقى اذا السمنه ليس لها دور في زياده الوزن ولكن لها دور في توزيع الدهون في الجسم. كويس فهمتني ازاي؟ يعني عمليه زياده الوزن مش 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 من الوراثه عمليه التخن مش من الوراثه. طب انت هتقول لي طب ما انا بشوف راجل تخين وام تخينه هو ده هو ده هقول لك ليه هو الاب التخين والام التخينه دول مش بيحبوا الاكل مش حاطين اكل في كل حته في البيت كويس مش الواد بيتعلم منهم الكلام العادات ديت الواد كل شويه يفتح الثلاجه يلاقي فيها اكل ابوه وامه عمالين ياكلوا مش ياكل زيهم بالطبيعي هيتخن زيهم لانه كل زيهم
لان الاب التخين والام التخينه بيحبوا الاكل، وبالتالي الطفل هيتعود على بيئه كلها اكل هياكل زيهم هيسرق. انت لو صحيت اثنين تخان وخرجت معاهم مرتين ثلاثه وزنك هيزيد بعد رابع مره. لان هم بيحبوا الاكل، فطبيعه هتبص لايه ان هم في كل حته بيروحوا عايزين ياكلوا، فانت هتقعد تاكل معاهم. يعني وانت كبير مش عمليه وراثه، عمليه الوراثه ملهاش دور، اللي ليه دور اللي هو النمط او السلوك اللي انت بتتعلمه وانت صغير، هو ده اللي بيزود الوزن. ولاده تخان كده ملهاش دور. يا دكتور مصطفى حبيب قلبي، بس عايزين نركز على نقطه مهمه، بما ان السمنه ممكن يكون مرض وراثي او حسب الظروف، برضو اللون بتاع الاولاد مرض وراثي؟ مثلا واحد لونه بابا لونه اسمر شويه هو يطلع ابيض، ولا لازم كده؟ مش يعني عايزين نفسر الموضوع ده. لا بص، هي ال 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 في بصمه وراثيه طبعا. في بصمه وراثيه بتتورث من الاباء للاجداد للابناء. يعني احنا كمصريين احنا بصمتنا وراثيه من ايام الفراعنه. بشرتنا ولونها من ايام الفراعنه. بتختلف درجاتها كذا 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 كذا، كل بشره لها درجه يعني. كويس. في بصمه وراثيه بتطبع على الانسان يعني. بتتورث اكيد طبعا يعني. فلون البشره اكيد وراثي يعني، مش مكتسب. مظبوط. لون البشره هيكتسب ازاي؟ لون عينيك هيكتسب ازاي؟ لكن انا بتكلم في موضوع السمنه وموضوع التغذيه وموضوع الاكل. You are what you eat، يعني انت ما تاكله. انت اللي هتاكله. انت بتاكل حاجات تخينه وكتيره هتبقى تخين وكتير. بتاكل حاجات صحيه ملونه خضراء صفراء جميع الالوان، شكلك هيبقى زاهي وصحي ومنور. كويس. تاكل لحمه وسمك وفراخ وبروتينات كتير هتبقى قوي وكلك عضلات زي الاسد. كويس. هتاكل رز وبطاطس ومكرونه حسب تغذيتك، مهلبيه والكلام ده كله، هتبقى مهلبيه انت كمان، وهتبقى مهلبيه في الاخر. مهلبيه وهتبقى مكربز ورز بلبن برضه يعني. انت اللي بتاكله شكلا وموضوعا وحجما. انت بتاكل ايه هتبقى ايه؟ بالظبط كده. اشكرك. مش ابوك. حاضر عينيا. بقيت اخلص من هنا ادفع. طيب اي معايا يا دكتور. طب دكتور يعني مش عشان ابويا وامي تخان ابقى انا تخين، لا انا باكل زيهم. دكتور مصطفى هتخن زيهم بس. وصلت المعلومه. عايزك كده وعد للساده المشاهدين دلوقتي واحنا مع بعض بالنيابه، طبعا انا بشكر حضرتك، انت كمان لازم تيجي معانا يوم. عايزين وعد دلوقتي حالا على الهواء عشان هنسجل. اقرب مما تتخيل اكون معاك. اقرب مما تخيل ازاي يعني؟ امتى؟ وعد يعني. وعد ان انا اكون معاك يوم السبت ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. ماشي. يوم السبت. يوم السبت هيجي السبت. طيب. اشكرك. اشكرك يا باشا. اشكرك يا دكتور مصطفى. طبعا فعلا موضوع الوراثه ده سمنه وراثيا، ولكن احنا ممكن نكسر ده ان احنا ايه. شفت مثلا تخين اعمل كنترول في موضوع الاكل زي ما قال الدكتور مصطفى. طب خلونا بقى نعمل كنترول كمان على الكبه. احنا شفنا الكبه عملناها مع بعض والعجينه موجوده جاهزه. انا بعمل دلوقتي الحشوه اللي هو الجمبري. جمبري اهوت. هعمل كبه سمك محشيه جمبري. لا ده النهارده بوظنا الميزانيه خالص، مفيش كنترول. ادي الجمبري اهوت زي الفل. تمام. ابدا احط شويه البهارات التمام على الكبه بتاعتي. سن البابريكا، سن الكركم، شويه كزبره، شويه كمون، شويه كركم، شويه فلفل اسود، كل دول مع بعض. الله حلو قوي. كل ده اقلبهم مع بعض. وعندي صينيه بسرعه كده هعمل صينيه كبه حكايه. شايفين الحشوه؟ هذه الحشوه بتاعتي، شويه ملح كده. الله زي الفل يا ابو الشيف. طبعا الجمبري هنا مش هسويه جامد ولا حاجه، خليه كده ايه زي ما انا عملته زي الفل. تعالوا مع بعض نعمل صينيه كبه مع بعض. انا عندي العجينه هنقف محطه فيها كده ونشوف العجينه دي كده اهوت مع بعض. العجينه اي نعم في الكاسرولة هي ايه. ممكن نعملها كفته نقليها في الزيت، ممكن نشويها في الفرن، ممكن تتشوى على الفحم، مفيش اي مشكله. انا هعملها دلوقتي في الصينيه دلوقتي مع زيت زيتون. همسح الصينيه كده شويه. الله اهوت زي الفل. كمان شويه.
واخد بالعجينه بتاعتي دي كده اهو. لبس الموضوع كده. اوه العجينه حلوه فيها الجمبري زي ما قلت لحضراتكم، مخليها ايه حلوه قوي. تقطع كده معايا الاطراف كده، عايزها عاليه اهو. شايفين الجو ده كده؟ الله، اللي هياكل من الكبه ديت الصينيه ده يدعي لي. كبه سي فود او كبه السمك محشيه جمبري. الشيف مدلعنا النهارده على الجامد قوي اهو، حلو قوي. هناخد الحشوه اوه زي ما هي كده. الله، ممكن نحط معاها شويه لوز، ممكن نحط معاها شويه لوز، حابين نحط شويه لوز مفيش مشكله اهو. حشوه كده انا وزعتها. هنعمل بقى هنا يا ابو الشيف حالا دلوقتي اقول لكم هنعمل ايه. هنجيب شويه ميه في بوله كده. فين البوله يا ابو الشيف؟ اهي، حط فيها شويه ميه. واخد بعد كده، معلش هشتغل بيدي هنا، لازم هنا اشتغل بيدي بقى. واخد العجينه بتاعتي دي كده، حط دي في الميه. اللي انا بعمله ده مهم جدا اهو، خلي الميه كده جنبي عشان حضراتكم تشوفوا الموضوع ده كده. لا دي من غير جوانت، دي لازم اهوت كده. واخد العجينه دي كده اهوت اهو زي الفل كده، حلو. وانزل بقى هنا كده، ده لازم الجو ده كده اهو. حط دي في الميه كده اهو. في حاجات لازم نعملها زي ما احنا مع بعض كده اهو. نيجي هنا كده، شايفين الجو ده كده. الحركه دي لازم، ايدي في الميه كده اهو. واخد عجينه كده اهو، واجي هنا كده. كل ده انا شغال معاكم دلوقتي، في الاخر هنشوف عجينه ما حصلتش اهو. تمام يا عم احمد، هل دخلها الفرن كده؟ لا، انا بشيل دي من هنا خالص اللي مش عاجبه الاستاذه خالص، وتعالوا نعمل صينيه كبه ما حصلتش. اخدها كده درجة حرارة الفرن عندي هنا عايزها عالية قوي. الله، اللي ياكل من الصينية ديت هيدعي لي بجد، هيفتح بقى يلاقي ايه جمبري من جوه، وهي كمان عجينة الجمبري مع السمك. يعني الشيف مخليها ايه حكاية. شايفين انا بعمل ايه؟ حلو قوي اهو. تمام بالشكل ده كده، حلو قوي اهو. اشيل الميه دي كده، لا شكرا. طيب ده مهم جدا اللي انا بعمله دلوقتي. حلو الكلام، هنجيب المنديل. الله، امسح ايدي كده، واهم حاجه النظافه. النظافه ديت لازم وانت شغاله كده لازم اول باول. حلو، عينيا، حاضر حاضر يا باشا. قبل الفاصل وقبل ما نسمع كلام الكبير هنعمل حركه لطيفه قوي. الله، اللي انا بعمله ده عايز حضراتكم تعملوه. شفت الشغل ده بقى؟ الشغل ده اللي ايه؟ الشغل العالي قوي اهو. زي الفل يا عم احمد. تمام، ايوه، جيب السكينه كده. الله عليك اهو. ايوه، اللي انا بعمله ده شغل جامد قوي. صينيه الكبه، كبه الجمبري اهو. الله، ايوه اهو زي الفل. ليه بقى ديت؟ هنقول دلوقتي لو حطينا عليها زيت زيتون، زيت الزيتون هيرفعها لنا فوق، يبقى شكلنا وحش قوي. فهنعمل ايه؟ حركه لطيفه خالص هنعملها هنا كده، ولازم اوصل للقاع ابحث عن الزيت. ماشي يا عم وليد اهو، هنا ده لازم. ليه؟ عشان زيت الزيتون ينزل في الخرم ده، يوم هي بعد ما تستوي
ما تطلعش فوق زي رغيف العيش. وابدا بزيت الزيتون هنا كده، الله، شايفين الجو ده كده؟ صبه في النص، في النص. طول ما انا بصبه في النص الزيت عامل زي النافوره، يطلع الزيت فين؟ في الاطراف، في النص. شفت الجو ده كده؟ وارفع ايدي كده في النص. خلوا بالكم المطبخ بالفعل رؤية وابداع وفن. اللي انا شغال بيه ده كده مهم. ما انا لو حطيت بالزيت الصرصور الزيت ده في مكان تاني هيحفر مكانه، ولما يحفر مكانه هنشوف الحشوة. فالموضوع ده مهم جدا. حلو الكلام لسه؟ طيب هنضرب انا. حلو الكلام؟ شايفين الزيت؟ لا، خلي بالكم الزيت اللي محطوط ده مش هيبان له اثر خالص دلوقتي، مش هيبان، وحياتك عندي مش هيبان. عندنا درجة حرارة الفرن عندي 180-200، مفيش مشكلة. لازم تتحط في درجة فرن عالية مش باردة، لو اتحطت باردة هتكش وتنزل مية وسائل ويبقى شكلنا وحش. هنحطها في الفرن دلوقتي تستوي. وطبعا مهم جدا عشان الكفتة او الكبة بالصينية تستوي وتكون راضية عننا، نسمع كلام الكبير. هنطلع فاصل صغير ونرجع نشوف مع بعض. اوعى وشك، صينية الكبة بالجمبري في الفرن معانا اهيت زي الفل، معانا فرايد رايس جميل جدا هنعمله مع بعض دلوقتي، ومعانا طبعا حاجة مهمة جدا خلاص طلعت من الفرن. طيب يلا لحضراتكم بعد الفاصل. بجد انا عامل طبق رز النهاردة. انا شخصيا لما بحب اكل سمك لازم ده يكون على السفر. طالما بناكل سمك يا اما رز ابيض يا اما فرايد رايس. فرايد رايس ده هو الرز الابيض، بيكون مسلوق سابقا. بسمتي مش هيقول لا، رز مصري ام الدنيا مش هيقول لا. اي نوع رز، يا بسمتي يا رز ابيض. انا معايا طبعا مسلوق من قبل، رز مصري اهو زي الفل، ده مسلوق من قبل، ميه ورز وبس، مش هحط اي بهارات خالص، ولا هيل ولا حبهان ولا اي حاجه خالص. وعندي طاسه تسخن صح. نقطع شويه خضره حلوين كده مع بعض. الخضره اللي نقطعها ديت هي التست بتاع الرز الصياديه. سكينتنا حاميه كده زي الفل. وعندنا عروق البصل الاخضر، عروق كرات، فلفله خضراء، شبت، الله. تعالوا نقطع شويه خضره مع بعض مع شويه بصل علشان الخضره دي مهمه جدا نعملها مع الفرايد رايز. انا عايز الطاسه هنا تسخن جامد قوي، تكون طاسه سخنه. حلو الكلام؟ حلو الكلام. عندي فلفله زي دي كده موجوده، ليك الحريه يا اما نقطعها كريهات صغيره يا اما نقطعهم ايه يا شيف، نقطعهم جوليان. حابين ايه؟ حابين الفرايد رايز يكون خضار جوليان ولا متقطع كريهات صغيره؟ لو سالتوني انا عايزه اقطعه كريهات كده بالشكل ده كده. امتى؟ نشوف المقادير مع بعض على الشاشه. يلا مقادير فرايد رايز. اساسي فرايد رايز بالجمبري، يبقى جمبري 2 كوب رز مصري مسلوقين سابقا، ومعانا تقريبا 150 جرام جمبري، 200 جرام مش هيقول لا، 2 معلقه زيت سمسم، وبصل اخضر مفروم عروقه، وفلفل الوان، وصويا صوص، والشبت ده اساسي طبعا. الفرايد رايس بيكون حلو قوي. دايما الجمبري والشبت يحبوا بعض، بس قد ما بيحبوا بعض زي ما قلت قبل كده القط يحب خناقه، الجمبري يحب الشبت بس كميه قليله عشان الجمبري في الاخر يبقى هو سيد القعده. انما لو حطينا جمبري قصدي شبت كتير ولا الجمبري هيبان خالص، حتى لو كان جمبري جامبو كانك بتاكلي محشي. هناخد الفلفل ده كده نحطه هنا، طالما الشبت كتير هيغطي على طعمة الجمبري. اهو الفلفلة دي زي الفل عندي هنا، دول كده مع بعض. الله، نبدأ التقطيع من هنا. ده لازم، ده اللي هيدينا طعم جامد قوي. ما دام انا ازيك يا مدام انا؟ الله يسلمك. ازيك يا ست الكل؟ الله يسلمك، تسلم ايديك على السمك والحاجات الجميله. الله يبارك لك يا ست الكل. تحت امرك. انا ليا بس كان سؤال بقى، انا شوربه الجمبري، انا بجيب الجمبري اللي هو اللي متقشر بحطها، بس في ناس قالوا لي لازم احط قشر وراس الجمبري معاها عشان تديها الطعم، ده صحيح ولا لا؟ الله الله، اول جمبري صحيحه لعمايلها بقى. مظبوط الجمبري، برافو عليك، انا بشكر حضرتك على السؤال ده جدا. الله يخليك. الجمبري يا ست الكل طعمه والتست بتاعه في القشره بتاعته وراسه. من الاخر كده يعني. فانت الموضوع ده لازم تستفيدي بيه. يعني
يعني احط القشر وبعد يعني ولا الجمبري احط الجمبري قشره؟ لا ما انت عايزه تعمليه ايه؟ تعملي شوربه؟ شوربه جمبري. رقم واحد ليكي طريقتين، يلا نعرف طريقه عمل الشوربه بطريقتين، لازم نستفيد بالقشر. الطريقه الاولى خلينا ناخد الخضره كده ونقف جنب النار ونشتغل، حلو الكلام. الطريقه الاولى بناخد الجمبري بتاعنا ده كده بالقشره بتاعته ونشيل القشره والراس، يبقى عندنا اللحم بس مع الاحتفاظ بالديل. الديل ده اللي هو الايه؟ الشخصيه بتاعه الجمبري، الشخصيه بتاعه الجمبري، حلو الكلام. هناخده ونقشره ونخليه على جنب، نجيب طاسه حلوه ونحط القشر ده مع الراس وناخد التست بتاع القشر بتاع الجمبري، وفي الاخر نصفيه وناخد البيون نخليه على جنب، ونجيب معلقتين من النشا مع شويه زعتر وشويه فلفل ومعلقتين زبده ونحمرهم على النار، ننزل بالبيون بتاع الجمبري لانه بيغلي ويتكتك على النار، ننزل بالجمبري اللحم ده في قلب الشوربه دقيقتين بالظبط ونرفعه، ما يقعدش يغلي كتير. كل ما الجمبري يغلي كتير في قلب الشوربه كل ما بيبقى شكله صغير ويتلاقوه كده صغر نشف في الميه، فياخد غلوه والتانيه ونطلعه يبقى حي وزي الفل. دي طريقه. الطريقه التانيه هناخد الجمبري نفتح ظهره كويس، بعد ما نفتح ظهره تماما نغسله انا عايز اقول على معلومه مهمه جدا، اللي بيغسل الجمبري بعد ما يشيل القشره ويفتحه ده اكبر غلط. يعني الجمبري يتغسل قبل كل حاجه، نرفع الظهر نشيل عرق الرمله بالراحه خالص بمنديل ونتبله تتبيله كويسه ونحطه مع بصل وتوم وزعتر ويغلى على النار، ودي شوربه الجمبري نربطها بمعلقتين كريمه لباني ومعلقه نشا عشان قوام الشوربه وتبقى لها شخصيه وزي الفل. انا عندي طاسه بتسخن على النار، عندي بصل، عندي توم، عندي فلفله مشكله الوان، عندي شويه جمبري حلوين. هنعمل فرايد رايس ازاي يا عم احمد؟ احنا مع بعض اهوت، ده الفص التوم بتاعنا، حلو الكلام. تعالوا نشوفوا مع بعض ازاي هنعمل فرايد رايس. مبدئيا كده في الاول بننزل بزيت السمسم اهوت، شويه زيت سمسم كده زي الفل. هننزل بعد زيت السمسم بالتتابع كده، ركزوا معايا، البصل والثوم، لازم الطعم، الله على الريحه الحلوه اهو، حلو الكلام، حلو الكلام اهو، شامم ريحه ايه حكايه، زيت السمسم مع البصله والثوم اهو اهو، ركزوا معايا اهو، حلو الكلام. نقلبهم كده مع بعض ونجيب طبق الغرف كده علشان ده مهم جدا الله، تعالى يا باشا انت ايه، هغرف فيك. حلو، بصلايه اهيت مع فص توم. لما اقول صويا صوص يعني مفيش مكان للملح، يعني الكمون ما يركبش، يعني الكزبره ما تركبش. احنا متعودين نقول جمبري يبقى كمون وكزبره، ايدينا بتروح على طول على الكمون والكزبره، لا، صويا صوص لا كمون ولا كزبره لهم مكان، ولا كاري ولا كركم ولا الحاجات دي كلها، عشان الصويا صوص تبقى فارده جناحاتها وتقول انا الصويا صوص. ادي البصله والتومه لازم يحمروا كويس مع بعض. ايه اللي ننزل بعد كده؟ الجمبري. الله 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 عليك يا ابو الشيف، ايه الجمبري اللحم الجميل الحلو زي الفل، يتشوى على النار. يا مدام منى ازيك؟ يا شيف عامل ايه؟ اهلا وسهلا يا ست الكل، كله تمام الحمد لله، دايما بخير، الله يبارك لك والله يا شيف، اموريني ربنا يخلي حضرتك، الامر لله. بص يا شيف من فضلك، عايز اعرف ازاي صينيه رز بالصبيط. نعم يا ست الكل، رز بالصبيط. رز بالصبيط؟ ايوه، يعني طاجن صبيط بالرز مثلا؟ ممكن، شوف حضرتك زي ما تقولي عليه هعمله. الله عليك. انا يعجبني الرضا. ربنا يخليك، الله يبارك لك، الله يبارك لك يا ست الكل، يا رب هنحرمش منك يا رب. بص يا ست الكل، الله على الصينيه جميله، طاجن الرز بالصبيط او الصبيط بالرز، هنعمله طاجن حلو قوي. ناخد الصينيه فوق كده شويه، يلا زي الفل تمام، الله يرضى عليكي. طاجن الرز بالصبيط او الصبيط بالرز، هنجيب الرز المصري يتغسل كويس. انا بصراحه ما عملتوش قبل كده، بس انا هعمله لك دلوقتي حالا، هينزل عليا الوحي واقول لك. هنجيب الرز المصري يتغسل كويس، ونجيب الصبيط، هنمسك الصبيط نديله صدمه ناريه، ننزل عليه بخضار جوليان زي الفاهيته كده بقى زي الفل. عندك الرز المصري جاهز ومغسول، هنيجوا حاطين الرز المصري عليه ومقلبينه وحاطين له الميه بتاعته، ينطبخ الرز مع الصبيط احلى طبق رز زي البايلا كده من المطبخ الاسباني، اللي هي عباره عن جمبري ورز وفلفله مشكله وبسله خضراء والقشريات بتاعت الجمبري والاستاكوزا. انطبخ الرز مع الصبيط مع الخضره زي الفل، هناخده نغرفه ونقدمه ويبقى زي الفل. هناخد الجمبري بعد ما اتحمر كده مع البصله والتومه، حلو الكلام، الله
ننزل بالرز. خلي بالكم الخضره مش هنزل بقى خالص دلوقتي، انا عايز الخضره لونها جميل اهو. شويه الرز دول الله 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 اهو الله اهو زي الفل يا عم احمد. نقلب كده الله اهو. فرايد رايز ده بسيط وخالص وسهل اهو. فرايد رايز يعني الرز يتقلى مع الجمبري، يتقلى مع الدجاج، يتقلى مع الخضار. شايفين الجو ده كده اهو التشاينيز اهو. ننزل بالفلفله المشكله. الالوان دي كلها ننزل بقى في الاخر، ما ننزلش بقى في الاول، انا عايز الالوان تبقى واخده اللون الطبيعي اهو. نقلب كل ده مع بعض، وانا بقلب كده عندي الصويا صوص هنزل بيها على وش الرز. الله 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 هو ده تمام زي الفل. خلص الفرايد رايس. ممكن في التقديم نحط شويه زيت السمسم، مش هيقول لا، وارد عندنا نحط زيت، قصدي نحط سمسم على وش الرز، مش هيقول لا اهو زي الفل. الله هو طالما حطينا صويا صوص يا ابو الشيف، نصيحه واكتبها عندكم في كراسه شيف ونص، لا تحطي لا كمون ولا كزبره ولا اي حاجه ولا ملح حتى، حطي زيت السمسم بس. طب عايزه فليفر تاني، صلصه المحار موجوده عندك اهو زي الفل تمام. حلو كده اهوت. شويه رز حكايه، اقعد كده اقلب لغايه لما الخضره تستوي مع الرز مع الجمبري. الله التشاينيز بقى والصينيين لما رحت على الصين في كوانزو يعملوا الفرايد رايس ده والجمبري والحاجات دي كلها على جريلا. الجريلا دي تقريبا قد الكونتر ده كده، سخنه ايه ملهلبه والله العظيم، تلاقوا ثلاثة أربعة واقفين عليها، بنات بقى وصبيان الصينيين انتوا عارفين، وصايرين كده كلهم شبه بعض، ما تعرفوش الواد من البنت، والله العظيم، وحاطين الجمبري وحاطين الخضرة وشغالين وشوق جامد جدا، معايا صور أنا موجودة على الصفحة، هناخد الجمبري ده يقدموه وأوردر على طول، اللي هو ألا كارت، ألا كارت عايزه بالجمبري، عايزه بالبصل، عايزه بالخضار، عايزه بالكاليماري، عايزه بالكابوريا، لحم الكابوريا وهكذا، كله ده موجود بأسعار مختلفة. هو نفس الطريقة احنا عملناه على شكل أصغر اهوت في الطاسة بنفس الطريقة اهو زي الفل. اعتبروه على الجريلا، اعتبروا الطاسة هي دي الجريلا، والخضرة أنا قطعتها قدام حضراتكم، بس أهم حاجة نزلت بالخضرة إمتى؟ آخر حاجة، آخر حاجة، تلاحظوا الأخضر أخضر والأحمر أحمر والأصفر أصفر وهكذا اهو. ممكن نحط جزر مبشور، ممكن نحط حلبة، الصينيين يحطوا الحلبة. عارفين الحلبة الصويا يحطوها او يحطوا الايه الجزر ده جميل جدا، ده مهم جدا. هنغرف طبق الرز بتاعنا ده كده بسرعة. معانا وقت يا استاذة؟ الله حلو الكلام. ادي طبق الرز بتاعنا فرايد رايز اهوت. طبق ده بقى يناسب ايه؟ طبق الكاليماري، طاجن الكاليماري اللي عملناه بالطحينة. بس عايز الصراحة يعني عشان انا بحبكم والله، ده يعني لازم طاجن الكاليماري ده عايز رز ابيض، مش عايز ده، ده لوحده وجبة لما نيجي ناكله ما ناكلش حاجة معاه. هو واحد لما يكون قدامه جمبري ورز يا عم عمرو كده زي الفل والحاجات الجميلة، الناس بتوع الشرقية الحلوين دول، هيكون عايز حاجة تانية؟ مش عايز حاجة تانية خالص. الجمبري موجود والخضرة موجودة اهو زي الفل تمام. حلو قوي كده خلاص الطبق زي الفل. هن ايه نمسح الطبق بتاعنا ده كده انا مبروح على مطاعم بندفع فيه الشيء الفلاني، والمشكله ندور على الجمبري وننزل نصطاده ما نلاقيش جمبري في الاخر، شويه جمبري صغيرين حطيناهم على الوش كده ما لهمش اي لازمه. صح يا عم وليد؟ ادي الجمبري رز تروح بنضحك عليك. لا يا عم انت راجل زي الفل. عندنا الجمبري اهوت مع الفرايد رايز، معانا طبعا طاجن الكاليماري اللي عملناه بالطحينه. الاستاذه بتقول لي الكبه هتتحرق في الفرن يا شيف، نسيتها. لا هاخد مشوار لغايه الفرن كده اجيب الكبه، علشان دي صينيه سخنه دلوقتي حالا، بس نصيحه الكبه ما تتغرفش غير لما تبرد، خلوا بالكم. ايه الجمال والدلع ده؟ اساتذه المصورين نخش الفرن مع بعض، خلوا بالكم مش هنتعور ولا حاجه اهو. الله 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 زي الفل يا عم احمد، اوعى وشك على عينك يا تاجر اهو. شفتوا بقى هنا الخرم اللي انا خرمته في النص ده عمل ايه؟ لا ده باين اهو عين الكتكوت زي الفل اهو زي الفل. ادي صينيه الكبه بتاعتنا دي، طبعا مهم جدا ان احنا هنا ما نغرفهاش دلوقتي خالص. تستاهل ايه صينيه الكبه الحلوه دي يا عم وليد؟ لا استني يا استاذه ما تزعلنيش، انا بحبك. هنعمل ورده، لازم ورده جميله زي دي كده هنعملها دلوقتي حالا، نحطها في النص مكان مكان ايه يا استاذه؟ اهو هو ده
حاضر. اه دي لازم اهيت بسرعه كده اهو. طبعا وليد هو اللي ايه اللي عمل الكلام. انا اخد طماطمايه كده اهيت بسرعه. انا عايز اقول لحضراتكم بجد احنا بنحبكم وبنشتغل معاكم بحب وكلنا متواصلين في الاخر عشان نطلع لكم الشكل الجميل اللي حضراتكم شايفينه ده. الله عليك يا ابو الشيف. عملنا كبه السمك النهارده محشيه جمبري من جوه، غطيناها وغلفناها بزيت الزيتون وخبزناها في الفرن، بقت جميله جدا. عملنا الفرايد رايس جميل جدا، مش محتاج اي برزنتيشن لان الخضره ولون الخضره لاعب دور مهم جدا. طاجن الكاليماري البعيد عني ده الحلو اللي يقرب لحبايبه نخليه هنا كده، ده طاجن كاليماري بالطحينه متسبك وزي الفل. عايز اقول بجد كل يوم جمعه حلقه السمك بتاعتنا مسمعه في كل دول العالم في الكره الارضيه بجد والله. كل ده بايه؟